بدي احكي كلمتين مش مع لمواطي وزير الطاقة ريمون غجر. ليك اسمع هالكلمتين بدي اقول لك اياهم وبتحطهم حلقة بودينك انت واللي ملقنك الحكي اللي قلته امبارح انت ومعلمك يعني جبران باسيل. هيدي اللهجة الطبقية اللي حكيت فيها امبارح انه اللي قادر بيشتري التانك ب 200 ألف واللي مش قادر بيلاقي طريقة أخرى، هيدي مرفوضة نهائيا وهيدي ما بتحكي معنا فيها نهائيا. ناس قادرة وناس مش قادرة، اللي مش قادرة هو أنتو السبب لأنهم مش قادرين. الإنسان اللي بيفلح من الصبح لعشية مفروض يكون قادر يجيب سيارة ويعبيها بنزين ويتنقل فيها. انت ومعلمينك بالطبقه السياسيه كلكم سوا بتحلموا وتطلعوا وتمشوا على الطرقات بلبنان من دون عجقه سير، واذا مفكرين هذا هو الحل لا مغلطين كثير، الحلول هي بتوسيع الاوتوسترادات حبيبي، بعدين شو هي الطريقه الثانيه؟ بيروح بطريقه ثانيه، شو مامنين لنا الطرق الثانيه انتوا حبيبي؟ ما معلمك عمل كتاب حلم وطن وقال بده يعمل مترو، وين هو المترو اللي بده يعمله؟ وين هو الترين؟ وين النقل المشترك؟ وين التروماي؟ ليش في نقل مشترك محترم بلبنان؟ واذا غليت البنزين وصار البنزين 200 ألف والمازوت ب 200 ألف ما رح تصير اجرة الراكب 50 ألف من بترون على بيروت. شو حكيت امبارح؟ شو عملت؟ شو استفرغت؟ هيدا البلد كل مواطنين واللي بيشتغلوا لهم حق يعيشوا عيشة كريمة، أما مفكر إنه الحراميين اللي مثلك بيركبوا السيارات ونحن الناس القوادم بدنا نطلع على شحيش؟ ليش مين معه حق يشتري حمار أصلاً يا كدي؟ بدك تنتبه على كل كلمة بتطلعها من تمك ها؟ الثورة ما ماتت ها بنطلع بناكلكم ببيوتكم، بناكل لحمكم عايشين ها؟ أنا ما عم بحكي لا شيوعية ولا اشتراكية، بعدني مع المبادرة الفردية ومع كل واحد حق قد ما بيعمل مجهود يطلع، بس إذا مفكرين إنه أنتم بدكم تعيشوا ونحن لا مغلطين، يا نحن وأنتم بنعيش عيشة كريمة يا إما ما رح نخلي حدا يعيش.